الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا الطلاب، عود حميد معكم ودرس جديد من دروس الرياضيات للصف الرابع. لا تنسوا يا شباب الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وإن أعجبك الفيديو أن تضغط لايك. يسر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس أن يقدم لكم درس جديد بعنوان بعض المهارات الأساسية في الوحدة الثانية. نبدأ بدرس جمع الأعداد الكلية. في نهاية الدرس يكون الطالب قادراً على أن أولاً يجمع الأعداد الكلية باستعمال لوحة القيم المنزلية بشكل صحيح، أيضاً يجمع الأعداد الكلية باستعمال الخوارزمية القياسية بشكل صحيح، وأخيراً يوجد ناتج الجمع بمهارة. هذه لعبة تعليمية يا شباب، تستطيع أن تمسح الباركود وتدخل عليها. نفتح الكتاب سوياً صفحة 59 فقرة حل وشارك. السؤال يقول: جمع صف سارة 4219 زجاجة لمركز إعادة التدوير، وجمع صف دانة 3742 زجاجة، وجمع صف مروة 4436 زجاجة. أوجد عدد الزجاجات التي جمعتها الصفوف الثلاثة. هنا شباب تكون العملية جمع، وهنا لم يطلب التقدير ولكن طلب الجمع. الإجابة الدقيقة يا شباب. فماذا نفعل هنا شباب؟ نكتب الأعداد سواء بطريقة طولية أو بطريقة عرضية شباب، ثم نبدأ في الجمع. لو لاحظنا 9 زائد 2 11، 11 زائد 6، وهنا يا شباب نجمع الأحاد مع الأحاد مع الأحاد، 11 زائد 6 تعطيني 17. ماذا نفعل يا شباب؟ نكتب السبعة هنا ونعمل إعادة تجميع بأن احنا 17 فيها واحد عشرات، أي أن نضعه فوق العشرات. هنا يا شباب 17، 7 في الأحاد وواحد في العشرات، فوضعنا العشرات مع العشرات، فأصبح عندي إعادة التجميع. ثم نجمع 1 مع 1 2 مع 4 6 مع 3 9، ثم 2 مع 7 تعطيني 9 زائد 4 تعطيني 13. لو لاحظنا شباب نستطيع أن نكتب هنا الثلاثة وهنا الواحد، نعمل إعادة تجميع يا شباب. ثم 1 مع 4 تعطي 5 مع 3 تعطي 8، 8 مع 4 تعطي 12، فيكون نكتب الاثنين ولا يوجد أرقام بعدها فنكتب الواحد، فيكون الناتج يا شباب 12397. بارك الله فيكم يا شباب. هنا يا شباب الصفوف الثلاثة جمعت 12397 زجاجة. في نفس الصفحة يا أبطال عندي فقرة انظر مجددا. السؤال يقول: ما الخاصية التي تنص على أن بإمكانك تجميع الأعداد لجمعها؟ كيف تسهل هذه الخاصية جمع عددين أو أكثر؟ عندي يا شباب خاصية التجميع، وهذه الخاصية شباب يمكن جمع عددين، يسهل جمعهما كي تكون المسألة أكثر سهولة. بارك الله فيكم. نفتح الكتاب يا شباب الصفحة التالية صفحة 60 فقرة أقنعني. السؤال يقول: إذا كانت كل المقاعد الموجودة في صالة كرة السلة المذكورة في الجدول مشغولة، فما إجمالي عدد الأشخاص في الصالات الثلاث؟ إجمالي أي أنني سأستخدم عملية الجمع، ولم يطلب هنا التقدير يا شباب، فيكون الجمع بالطريقة التي اعتدنا عليها، الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات وهكذا. هيا نجمع يا شباب، 5 مع 7 مع 7 كم تعطيني يا شباب؟ تعطيني 19. أحسنتم، 9 ومعي الواحد نعمل له إعادة تجميع، 1 مع 8 تعطيني 9 مع 8 تعطيني 17 مع 5 تعطيني 22. الاثنين الثانية يا شباب إعادة تجميع، 2 مع 2 4 مع 1 5 مع 5 تعطيني 10، 0 ومعي الواحد، الواحد هنا نعمل له إعادة تجميع يا شباب، 1 مع 6 7، 7 مع 8 15، 5 ومع الواحد إعادة تجميع، 1 مع 1 مع 1 مع 2 تعطيني 5. بارك الله فيكم يا أبطال. السؤال الأساسي يقول: كيف تجمع الأعداد الكلية؟ نجمع يا شباب الأعداد الكلية كيف؟ نجمع كل المنازل مع بعضها، الأحاد مع الأحاد، العشرات مع العشرات، المئات مع المئات، وإن احتجنا إلى إعادة تجميع يا شباب، يعني كان الرقم أكبر من التسع، الناتج أكبر من التسع،
نرحله إلى المنزلة التي تليها اللي هو إعادة التجميع، أي نكتبه فوق كمثل الأرقام الزرقاء هذه يا شباب. بارك الله فيكم. في الصفحة التالية يا شباب فقرة طبق فهمك، السؤال يقول 14,926 و3,382، السؤال يقول قدر ثم أوجد ناتج الجمع. هيا نقدر يا شباب، لو قدرناها إلى أقرب ألف تكون 15,000، وهذه لو قدرناها إلى أقرب ألف تكون 3,000، مجموعهم يا شباب 18,000. هيا لنجمع يا شباب، 6 مع الاثنين 8، والاثنين مع الثمانية 10، صفر ومعي الواحد إعادة تجميع، والواحد مع التسع 10، مع الثلاثة 13، والواحد إعادة تجميع، واحد وأربعة 5، مع ثلاثة 8، ثم الواحد، فيكون 18,308. نجد أن العددين متقاربين، فإجابتي منطقية. أيضا يا شباب هنا لو حابين نقرب إلى أقرب 1000 يكون العدد 3000، وهنا يكون 2000 مجموعهم 5000. لو حابين نجمع يا شباب نفس النظام، 8 مع 1 تعطيني 9، 5 مع 6 تعطيني 11، 1 و1 إعادة تجميع، 1 مع 2 3 مع 7 10، 0 و1 إعادة تجميع، 1 مع 3 4 مع 1 5. أيضا الأعداد الإجابة منطقية لأن الأرقام متقاربة. بارك الله فيكم يا أبطال. ننتقل يا شباب إلى الدرس الثاني، طرح الأعداد الكلية. إن شاء الله في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا على أن أولا يطرح الأعداد الكلية باستعمال لوحة القيم المنزلية بشكل صحيح. أيضا يا شباب يطرح الأعداد الكلية باستعمال الخوارزمية القياسية بشكل صحيح. وأخيرا يا أبطال يوجد ناتج الطرح بمهارة. لو نظرنا يا شباب إلى صفحة 65 فقرة حل وشارك، السؤال يقول في عام 2015 بلغ تعداد السكان في مدينة الدوحة 956,457 نسمة، وبلغ تعداد سكان مدينة الريان 605,712 نسمة. بكم يزيد أو بكم يقل يا شباب؟ نعلم أنها من مفاتيح سؤال الطرح، أي أننا نستخدم ناقص. بكم يزيد عدد سكان مدينة الدوحة عن عدد سكان مدينة الريان؟ هنا شباب نجري عملية الطرح، نكتب الأعداد في منازلها يا شباب، الأحاد في الأحاد والعشرات في العشرات وهكذا للرقمين يا شباب، ثم نجري عملية الطرح. 7 ناقص 2 كم تكون يا شباب؟ 5. 5 ناقص 1 تعطيني 4، أحسنتم. 4 ناقص 7 لا أستطيع يا شباب، نستلف من الست ونعمل إعادة تجميع، فتكون الست هذه 5 وتكون الأربعة هذه 14. 14 ناقص 7 تعطيني 7، وهنا 5 ناقص 5 تعطيني 0، و5 ناقص 0 تعطيني 5، ثم أخيرا 9 ناقص 6 تعطيني 3، فيكون الناتج 350,745. بارك الله فيكم. في نفس الصفحة يا شباب عندي فقرة انظر مجددا كيف يمكنك استعمال الجمع للتحقق من مدى صحة الإجابة. نأخذ الناتج يا شباب ونجمعه مع المطروح، أي أنني أخذ العدد الصغير مع الناتج وأجمعهما سويا، أجمع ناتج الطرح مع المطروح يساوي المطروح منه. بارك الله فيكم. في الصفحة التالية شباب عندي فقرة أقنعني، السؤال يقول انقد وبرر. الحل الموضح أدناه ليس صحيحا، وضح الأخطاء الموجودة في الحل ثم وضح كيفية إيجاد الإجابة الصحيحة. هيا يا أبطال، لو كتبنا الأرقام يا شباب بالطريقة التي اعتدنا عليها، هذا هو الرقم الذي في الأعلى وهذا هو الرقم الذي في الأسفل، ثم أجرينا عملية الطرح. 8 ناقص 4 تعطيني 4، بارك الله فيكم. 4 ناقص 6 لا أستطيع، نستلف يا شباب اللي هو نعمل إعادة تجميع من الاثنين، فتكون 1 وهذه تكون 14. ناقص 6 تعطيني 8. 1 ناقص 7 لا أستطيع، فنعمل إعادة تجميع مرة ثانية من الأربعة تكون 3، وهذه يا شباب تكون 11. ناقص 7 كم تكون يا شباب؟ أحسنتم، 4. ثم 6 ناقص 3، 3 ناقص 2 تكون 1، و6 ناقص 3 تكون 3، و2 ناقص 2 تكون 0. لو لاحظنا يا شباب هنا
32584، وهنا 31484، ولم يحدث عملية إعادة التجميع إلا في مرة واحدة يا شباب. وقال إن 2 ناقص 7 لا يجوز، فاستلف فقال 12 ناقص 7 تعطيني 5، وهي 11 وليست 12. السؤال يا شباب، كيف تطرح الأعداد الكلية؟ نطرح الأعداد الكلية يا شباب عن طريق أن احنا نطرح كل منزلة من نظيرتها، وإن احتجنا إلى إعادة التجميع نحدث إعادة التجميع. بارك الله فيكم. عندنا فقرة طبق فهمك يا شباب، أحسنتم بارك الله فيكم. اطرح، استعمل العملية العكسية للتحقق من نواتج الطرح. الطرح يا شباب، أوقف الفيديو ثم قل الإجابة. أحسنتم يا أبطال، بالفعل إجابة السؤال الأول ستكون 22793، والسؤال الذي يليه ستكون الإجابة 766، والإجابة في السؤال التالي ستكون 24459، وأخيرا يا شباب سيكون 277884. بارك الله فيكم يا شباب. ننتقل يا شباب إلى سؤالنا التقليدي، ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا اليوم يا شباب أن في الخوارزمية القياسية للجمع يتم تجزئة عملية الجمع إلى عمليات حسابية أبسط باستعمال القيم المنزلية. أيضا في الخوارزمية القياسية للطرح تستعمل القيمة المنزلية لتجزئة العملية الحسابية إلى عمليات أبسط لطرح أعداد كلية متعددة الأرقام. بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خير، نشكركم، وإلى لقاء قريب ودرس جديد من دروس الرياضيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.